الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، وصيتي لك أيها الصائم في هذا الشهر المبارك إحياء سنة من سنن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي تعجيل الفطور وتأخير السحور. فعنه أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، إنما كان تعجيل الفطر خيرا لأنه أحفظ للقوة وأرفع للمشقة وأوفق للسنة وأبعد عن الغلو والبدعة. والمعجل للفطور محبوب عند الله عز وجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي عجلهم فطرا. والبركة في تأخير السحور، فقد وصانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بالسحور وحث عليه، فقال: تسحر فإن في السحور بركة. ولهذه السنة المباركة فوائد صحية تعود على الإنسان الصائم بالنفع، وتعينه على قضاء نهاره بالصوم بنشاط وحيوية، إضافة لما فيها من الأجر والثواب بامتثال هدي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وهي واعلم أن بقاء الخير في الناس بسبب اتباعهم للسنة، وإن فساد الأمور يتعلق بتغيير السنة. وما يقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.